عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد، معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة، وجولة داخل حلقة السمك بسوق الأنصاري بالسويس عند أسماك أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. نتعرف بحضرتك؟ الحمد لله. محمد رمضان. أهلا وسهلا بيك أسماك أبو أحمد. أقول اليافطة، ودي أرقام التليفونات بتاعتهم زي ما أنتم شايفين كده، علشان لو أي حد عايز يطلب بأي أوردر منهم. ما شاء الله، انا شايفه عندك سمكه كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك كنال. الله، ده لوت كنال. ده سمكه لوت كنال. لوت كنال، زي ما احنا شايفين كده. لوت كنال لسه فريش. بسم الله ما شاء الله، وزنها قد ايه؟ دي عامله 11 كيلو. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده عامله 11 كيلو. في بيبقى منها احجام اكبر من كده كمان؟ اكبر وفي اصغر، يعني بتوصل ل 20 كيلو واكتر كمان. بتوصل ل 20 كيلو واكتر. والكيلو عامل كام؟ ده بيعمل 85. 85؟ اللي جنبها دي برضو ايه؟ دي مزارع. بس مزارع. مزارع زي ما احنا شايفين. طيب نفرق ازاي بين لوت المزارع ولوت البحر؟ طبعا في فرق كبير، وبعدين يعني ما يعرفوش الا الناصح، يعني ما يعرف بالنسبه للمزارع والكنال، يعني فرق كبير اللي يفهم ويعرف، لكن في ناس بتبيع ان المزارع دي على ان كنال. انا عشان كده بسال حضرتك، يعني احنا الفرق ازاي؟ في فرق كبير، وبتلاقي اللون بتاع الكنال بتلاقيها فاتحه شويه، بيضه شويه. انما المزارع غامقه شويه. المزارع. طب هل المزارع بيطلع منها الاحجام الكبيره دي؟ بيطلع منها الاحجام الكبيره والصغيره. يعني المزارع في منها الاحجام ال 10 وال 20 والكلام ده؟ لا، في منها يعني مثلا 7 8 كيلو. بس مش 11 12 كده. لا لا. سعرها كام المزارع؟ المزارع دي عامل 65. 65. طبعا في فرق في السعر زي ما انتم شايفين، والامين بس هو اللي بيقول على حاجته اذا كانت مزارع او طبعا بحر. دي برده زيها. ده قروس شبيه جدا بالقناه. ده قروس كنال بيعمل 150. شايفين ما شاء الله، اهو قروس كنال بيعمل كام؟ بيعمل 150 جنيه. ده قروس كنال بيعمل 150 جنيه. تمام. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه بخصوص السمكه دي، هل السمكه دي انتوا بتبيعوها على بعض ولا ممكن تقطعوها جزء؟ بتقطع جزء الدراك اللي بتقطع جزء، انما دي بتتباع على بعضيها. اصل يعني ما شاء الله هي حجمها كبير جدا، فمين هياخد؟ بتاخدها العيال. زبون اقصد تقيل يعني. في زبائن حلوه وبتاخدها وبتطلبها واكبر من كده، لان هي كده بتقطع جزء وبتتكبر وتتحط في الدراك. يعني ممكن مثلا مجموعه من الناس قرايب او حاجه ممكن ياخدوا السمكه دي ويقسموها بينهم. اسره واحده في اسره واحده تاخدها او تخزنها، او ممكن تتخزن. في اثنين بياخدوها مثلا من السمك. دي بقى بتتقطع جزل ولا فيليه ولا ايه؟ احسن حاجه ليها؟ ده وده، يعني دي ودي كويسه. دي او دي كويسه. طيب بالنسبه هنا ده للقرنص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.